عسلامة ومرحبا بمشتركي سابورانيت. اليوم باش نقومو بإكمال الدرس التاسع اللي في وصف الشخصية من الوحدة الثالثة. باش نقراو في البداية النص ثم باش نقوم بإنجاز التمارين المرافقة له. النص متاعنا شنو يقول؟ اعلم أن الحياة ليست نعيما متصلا ولا خصبا يتجدد كلما تجددت الفصول، وإنما هي مزاج من النعيم والبؤس، ومن اللذة والألم، ومن السعادة والشقاء، وأن السبيل للمؤمن الذي مس الإيمان قلبه حقا هو ألا يطغى إذا استغنى، ولا يظلم إذا نعم، ولا ييأس إذا امتحن بالبؤس والشقاء، وألا يؤثر نفسه بالخير إن أتيح له الخير من دون الناس، وإنما يعطي الناس مما عنده حتى يشاركوه في نعمائه، ويأخذ من الناس حتى يشاركهم في بأسائهم. النص هذا لطه حسين من كتاب المعذبون في الأرض. تو باش ننتقلوا للأسئلة المرافقة لهذا النص. السؤال يقول: أجيب بنعم أو لا. الأوصاف الواردة في المقطع السابق تتعلق بنواحٍ مادية محسوسة. معناتها الأوصاف اللي موجودة في المقطع هذا اللي هو النص هذا هي متعلقة بنواحٍ مادية محسوسة. هل نقول نعم أم لا؟ أكيد لا. أحسنتم. إذن لهنا باش نقوم بالإجابة بلا. نذكر المشتركين أنه هذوما وصف الشخصية هو تابع للإنتاج الكتابي للسنة السادسة من التعليم الابتدائي وليس بالقراءة، هو إنتاج كتابي. باش ننتقل للجملة الثانية: أم نواحٍ معنوية للموصوف. معناتها الأوصاف اللي موجودة في النص هذه هي ماهيش متعلقة بمعناتها جوانب مادية محسوسة. هل تتعلق هي إما إذن بمعنوية للموصوف؟ نعم، هي تتعلق هذه الأوصاف اللي موجودة في النص هذية بنواحٍ معنوية للموصوف. إذن باش نجي لهنا ونكتب نعم. باش ننتقل للسؤال الموالي اللي هو يقول: أحدد الموصوف الأول والموصوف الثاني. الموصوف الأول من هو؟ اعلم أن الحياة ليست نعيما متصلا. إذن في بدء الأمر هو قاعد يوصف في الحياة. أحسنتم. إذن الحياة هي الموصوف الأول، وما هو الموصوف الثاني؟ لهنا قام بوصف الحياة والألم والسعادة والشقاء للمؤمن وكذا الذي مس الإيمان قلبه. إذن من هو الموصوف الثاني؟ أحسنتم. الموصوف الثاني هو الإيمان. الإيمان لهنا كما قال للمؤمن الإيمان، الإيمان لهنا مؤمني الإيمان. الإيمان معناتها الإنسان المؤمن. هكا باش نفهموا أنه نحن النص متاعنا فيه زوز معناتها موصوفين: الحياة أحسنتم الإيمان. سننتقل إلى السؤال الموالي وشنو يقول: واصل تعمير الجدول التالي معتمدا النص السابق. النص هذا موجود قدامي، انا باش نعمر الجدول هذايا على حسب ما هو موجود في نعم حسب موجود في النص. باش نقرا الجدول متاعنا: الصفة المناسبة المظاهر الدالة عليها من النص. الصفة هي التواضع. يلزمنا نلوجوا في النص على
جملة تدل على التواضع أو تلخص كلمة التواضع. تواضع معناتها تلخيص الجملة هذه. وقت اللي يقول هو ألا يطغى إذا استغنى ولا يظلم إذا نعم. إيش معناتها؟ لهنا هذه شوفوا الجملة هذه مفسره معناتها ما يطغاش على الناس، ما يتكبرش، ما يظلمش، ولا ما يتكبرش على الناس إذا كان هو ولا غني برشا، ولا يظلم إذا نعم، وإذا كان ربي أعطاه النعمة ما يلزموش هو يظلم غيره. هذايا شنو معناتها؟ هذا يلخص التواضع. نعم، لهنا باش نكتب ألا يطغى، ما ننساوش ديما الشكل، ألا يطغى إذا استغنى إلى إذا نعم. إذا نعم ألا يطغى إذا استغنى ولا يظلم إذا نعم. طيب باش نشوفوا لهنا ما عطاناش الصفة وإنما عطانا المظهر الدال على الصفة من النص. لا ييأس المؤمن إذا امتحن بالبؤس والشقاء. هي لهنا لا ييأس إذا امتحن بالبؤس والشقاء. ماذا شنية الصفة المناسبة لهذه الجملة؟ معناتها واحد ما يزموش ييأس من رحمة الله إذا كان صابوا البؤس والشقاء. ماذا يعني ذلك؟ شنية الصفة اللي هي تلخص الجملة هذه كل؟ أكيد الصفة باش تكون الصبر. الصبر خلينا نكتبوها الصبر. الصبر هو انك انت تستحمل الحاجات اللي امتحنك بها ربي وما تتشكيش. طيب باش ننتقلوا للجملة الموالية. لا يؤثر نفسه بالخير إذا أتيح له الخير من دون الناس. نعاود، لا يؤثر نفسه بالخير إذا أتيح له الخير من دون الناس. وين الجملة هذه؟ في النص هاي لهنا، ولا يؤثر نفسه بالخير إن أتيح له الخير من دون الناس. ماذا يعني ذلك؟ الإثار، ما معنى الإثار؟ نعم، الإثار هو الجود والكرم. الإثار هو يؤثر هو الجود والكرم، بمعنى عندما يعطيك معناتها الله الخير. لا، ما إذا كان أعطاه من دون، أعطاك هو لك أنت من دون الناس الكل ما تشدوش. لا يؤثر نفسه بالخير إذا أتيح له الخير من دون الناس، معناتها ما تشدش الخير كان على روحك أنت وتمتع روحك بالخير إذا كان ربي أعطاه لك كان لك أنت. لذلك يجب عليك الإعطاء والكرم ومجازاة الناس التي هي أقل منك. إذن هذه الجملة تلخص الجود والكرم أو الإيثار. الإيثار معناتها الجود والكرم. الجود والكرم، الجود والكرم. باش ننتقلوا للصفة الثانية اللي هو عطاها لنا النبل والكرم. النبل والكرم لازمنا نلوجوا على صفة، على جملة تبين ذلك في النص. تشوف لهنا شنية الجملة اللي هي تبين في النص؟ من دون الناس وإنما يعطي الناس. يعطي الناس هي تفسر النبل والكرم. يعطي الناس، يعطي الناس هي تبين النبل والكرم. وقت اللي احنا نعطي الناس بعضا مما كرمه الله علينا. باش ننتقلوا تو للسؤال الموالي اللي هو يقول أعيد كتابة الجزء المسطر من النص السابق وأجعل الحديث فيه عن شخص عديم الرحمة وأغير ما يجب تغييره. بمعنى أنا تو عندي الجملة اللي هي مسطرة في النص، شنية
ألا يطغى إذا استغنى، ولا يظلم إذا نعم، ولا ييأس إذا امتحن بالبؤس والشقاء، وألا يؤثر نفسه بالخير إن أتيح له الخير من دون الناس. هذه هي الجملة. أنا نتاع إنسان رحيم نبيل كريم، أنا دوب باش نبدلها بإنسان عديم الرحمة. باش نخليكم المحاولة وبعد نشوفوا المحاولة الصحيحة. أنا قمت بإصلاح السؤال هذا باش نعاودو نصلحوه مع بعضنا ونفهمو شنو اللي اتغير في النص، بعد ما انه احنا حطينا انسان عديم الرحمة في عوض انسان معتها ايمان مؤمن وقلبه مليء بالايمان. لهنا قال الذي مس الايمان قلبه حقا، الانسان عديم الرحمة قلبه حقا. هنا قالك هو الا يطغى اذا استغنى ولا يظلم اذا نعم، احنا باش نبدلو فانه يطغى اذا استغنى ويظلم، لا يظلم باش نبدلوها ويظلم اذا نعم، ولا ييأس اذا امتحن، احنا باش نقولو وييأس اذا امتحن بالبؤس والشقاء، والا يؤثر نفسه بالخير ان اتيح له الخير من دون الناس، احنا باش نقولو هو قال ألا يؤثر، أنا مش أقول فهو يؤثر نفسه بالخير إن أتيح له الخير من دون الناس. هو لهنا قال وإنما يعطي الناس، أحنا بطبيعة الحال أنه إنسان عديم الرحمة ولا يعطي الناس مما عنده حتى لا يشاركوه في نعمائه، ويأخذ من الناس حتى يشاركهم في بأسائهم، واحنا باش نقولوا ولا يأخذ من الناس حتى يشاركهم في بأسائهم. هكا نقولوا احنا كنا احنا بدلنا الشخص المؤمن اللي كنا نقراو فيه بشخص عديم الرحمة. باش ننتقلوا للسؤال الموالي اللي هو اعطانا شخصية لهنا. قالك تأمل الرسمة التالي والذي يمثل شخصية من شخصيات علي الدعاجي في كتابه سهرت منه الليالي. هذه شخصية كل واحد فينا باش يتأملها ويشد الورقة متاعه لكراسته ويحاول الوصف. انا باش نعطيكم بعض الاوصاف على حسب ما اراه مناسب، وانتوما باش توصفوا بحاجات اخرى اللي هي انتوما تروها مناسبة. مثلا انا باش نبدأ بطبيعة الحال من العام الى التفصيل، وانتو ما تحبوا تبدأوا من اللوطة ولا من فوق، المهم يكون الوصف منظم. هنا باش نقول هو رجل طويل القامة يحمل ان، هنا باش نقول الوصف متاعي هو رجل طويل القامة يحمل انف ملاكم، ما عندها خشم كيما الملاكم. انا وصفته ملاكم، تنجم تكونوا انتم توصفوه بطريقة اخرى، لكن الوصف متاعي هو مجرد مثال عملت انه هو طويل القامة، انفه مثل الملاكم، نظارتين خضراوين، هاكو تراو فيهم خضر، نظارتين خضراوين، وينتعل بلغة صفراء لامعة تسر الناظرين، وعلى رأسه طربوش اسطنبولي، أنا وصفته طربوش اسطنبولي أحمر، وتحت الطربوش منديل ليمنع العرق من التسرب إلى الطربوش. بعدها أنا وصفت القامة، هنا وصفت بدء الأمر القامة، ثم وصفت الأنف، خذيت معندها جزء من الوجه، ثم النظارة، ومن بعد شنو وصفت؟ وصفت البلغة، بديت من اللوطة، ومن بعد لا 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 معناتها نقولوا احنا وصفنا البدلة بتاعو، ومن بعد انتقلت إلى الطربوش. هكا نكون انا وصفت، ما بديت بالاجمال هذا الى التفصيل انف النظارة، ومن بعد من الاسفل الى الاعلى، وهكذا يكون الوصف متاعي منظم. انتما زادت نجموا تختاروا خاصية اخرى في الوصف
وهكا نكون أكملنا درس وصف الشخصية. إلى اللقاء.